الجيش الملكي الذي يمني نفسه اليوم بانتصار من خارج الميدان. الطموحات كبيرة في ملح حسني الذي يستقبل داخل قواعده إمكانياته، نعم بإمكان أن تتبرور وتكون الأفضل، لكن الصراع سيستمر لنشاهدنا إن كان بإمكان الحسني أن تقدم عرضا كبيرا وأن تصل إلى 3 نقاط هنا بمدينة أكادير. الملعب الكبير الشاهد الحاضر المعلمة الرياضية المهمة الذي ينضاف إلى مجموعة من البنية التحتية علينا تعطى في هذه اللحظات مشاهدينا الكرام. بعد أن شاهدنا الدعوات كرة ممتازة حمزة، لكن الواضح أنه في العملية الهجومية الماضية والانطلاقة الماضية المحاولة والاختراق النتيجة ديال هذه المواجهة على اعتبار أنه المنافسة ليست بالسهل. كرة ملعوبة أمامية محاولة، لكن هنالك راية مرفوعة من الحكم المساعد، لم تكن بالسهلة بالمرة، ولكن لأعداء الجيش تمكنا من تحقيق مشاركة فاعلة. كرة من جديد في البطولة الاحترافية، نعود للذكور وللصراع وللمنافسة. يلعب الكرة ديالو ممتازة ممتازة للجيش من الجهة اليمنى، دخول داخل منطقة الجزاء. رضا يا رضا، رضا يا رضا كان بإمكانه أن يمرر في اللقطة الماضية، لكن يبحث لإبعاد الكرة راسية ممتازة. جول جول، الجيش يصنع للهدف، الجيش يسجل للهدف. الإمضاء قادم من جانب لامس مولامبي جيميريانا الكاميروني، يضع الكرة في المرمى. لاعب السابق لكوتون سبور يسجل للهدف، يركز في الخطوط الاماميه كما يفعل الان. تمريره جانبيه، فرصه مواتيه، ولكن مباشره التدخل من جانب الحكم المسؤول المميز. دخول الاختراق، كره مميزه لعبت بطين، كان ان تكون الافضل للمراوغه في المساحه الضيقه. تحرير، التصويب، هل يحضر التصويب؟ هنا التمريره، هنا تصويبه، كره ممتازه مرت بالمحادات بامكانه ان يصل الى ذلك. تمريره جانبيه للجهه اليمنى، فرصه لانزال، تحضير مرئيه امام فريق يوسفيه برشيد. كره في الخط الامامي، تجرى ايضا في هذا ال شنو اللاعب فريق الجيش الملكي هو اللي كانت رجل ديالو فوق لاعب الفريق الحسني داخل منطقة الجزاء. نعم ذا كما يبدو، تغطية تعود مرة، كيفية الاستخلاص، تمريرة ممتازة ممتازة ممتازة. نوح يبحث لاستلام الكرة داخل منطقة الجزاء، سقط على أرضية الميدان. الحكم يقول رؤية في شاشة الفار أفضل، إذن سيتوجه مباشرة الحكم نوردي جعفري لمتابعة شاشة الفار لرؤية ماذا كان هنالك داخل منطقة الجزاء. سنتابع الحكم يقر بضربة جزاء ويؤيد نفسه، مواجهة مباشرة ويضع الكرة في المرمى معلنا عن الهدف الثاني في هذا اللقاء. الجيش الملكي يستفيد من ضربة جزاء ويسجل ثاني الهدف. الألوان الثلاث تصنع بشكل كبير هنا بمدينة أكادير الحسنية. يبدو أنه في أصعب 31 إلى 32 دقيقة، نعم سيبحث عن الحلول فيما تبقى من الدقائق. لكن كرة من الجهة اليسرى، إمكانية تشوج، فرصة، تصويبة ممتازة، والحارس في المكان المناسب، الحارس في المكان المناسب. الواضح أن الحكم اتجاه باكاري. ماني ماني ماني، الإنزال، الكنترول يا ماني، حاول يمر لكن الحكم يرفع الراية. مستوى الامتلاك الكرة والتعامل بشكل أفضل في اللقطة الهجومية وفي أيضا كرة مرة أخرى أمامية بعيدة بعيدة عند الحارس. أيوب الكرب، أيوب غادي ياخذ الوقت. الحكم يمشي مباشرة عند الحارس أيوب الكرد ويوجه له بطاقة صفراء، ينضاف للاعبين الذين تلقوا هدوء كبير. كرة مرة أخرى لحسن تقدير في خط الوسط، الشتوف، إبعاد الكرة لبكري ماني، بكري ماني، تبريرة ممتازة، لمسة واحدة مطلوبة ولكن حسن يفرها، كرة ممتازة، إمكانية التصويب، التمرير، تغيب التصويب في اللقطة الماضية. السعداوي، كرة أمامية إلى من؟ إلى رضا سليم، دخول داخل منطقة الجزاء.
صابر يا صابر، صابر محمد ينقذ كرة كان بإمكانه على المستوى الهجومي. محاولة من جديد، فرصة وتصويبه ولكن مباشرة إلى خارج رقعة الملعب. هذا اللاعب هذا أرينا خطأ، يقول الحكم تدخل من جانب حريمات. محمد حريمات بشكل ممتاز، رائعة ممتازة، دخول داخل منطقة الجزاء، تصويبه الماني، من يفعل ماني خارج القدم أمامية، ولكن هنالك العودة من تسلل الحكم، يرفع الراية مولينا العودة من التسلل، والحكم يقول نهاية تفاصيل الجولة الأولى بجوج ديال الأهداف مقابل شيء في مباراة فرجوية عن طريق أحمد الشنتوف. تمريرة ممتازة، فرصة، والحكم ماذا يقول؟ الحكم يشوف أنه كاين تسلل في اللقطة الماضية، لأن الحكم المساعد شهر الراية ديالو، وبالتالي الملوكي يستلم. محاولة الدخول داخل منطقة الجزاء، فرصة فرصة فرصة، تصويبه ولكن يضيع من الحارس أيوب الكراد، كرة داخل منطقة الجزاء، راسية ممتازة، أيوب يا أيوب في المكان المناسب ينقذ على كورتو أيوب الكراد، وأيوب عند الخطورة مرة ثانية لحسن يتكادر، تصويبة الملوكي، أيوب يا أيوب. Trouver Darren Tulette et moi-même, Grégoire Margoton, pour le match d'aujourd'hui. Salut à vous Grégoire. Pronostic d'avant-match. Ah, c'est toujours difficile Grégoire de faire. Je suis impatient de voir ça. Quelle ambiance publique. Et c'est parti. Gameiro. Le premier but ne s'est pas fait attendre. Belle. Écoutez ça, écoutez ça. Et il frappe. Ballon repoussé des. Oh, le gardien est en danger. Oh, but! Il croque maintenant l'avance de deux buts. Il pique avec le corps de lui, mais...